تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعين لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فنتمنى أنكم تقضون معانا إن شاء الله ساعة إذاعية مليئة بالمعلومة الصحية اللي بتوصلنا معاكم بإذن الله إلى نمط الحياة الصحي اللي نحن ننشده. طبعا يعني قبل أن نقرأ دراستنا اليوم، خلونا بس نتوجه إلى هيئة الصحة بدبي. في الآن توقيع مراسم اتفاقية، ما نتعرف على هذه الاتفاقية وتفاصيلها. معانا عبر الهاتف الزميل يوسف سعد. صبحك الله بالخير يوسف. صباح الخير محمود، صباح الخير أعزائي مستمعين ومتابعي برنامج صحة سعادة. محمود في مقر إدارة هيئة الصحة دبي تجري الآن مراسم توقيع مذكرة التفاهم. غاية في الأهمية المذكرة دي محمود، لأنها الهيئة تبرمها أو وتوقعها مع مجلس معهد كوينزلاند للبحوث الطبية في أستراليا. قيمة الاتفاقية محمود إن هي بتعزز توجهات الهيئة لإيجاد منظومة صحية متكاملة تشمل الجانب الطبي والأكاديمي والعلمي والبحوث الطبية المتخصصة. الاتفاقية تعزز جانب البحوث الطبية المتخصصة نظرا لتخصص هذا المعهد ورياداته العالمية في هذا المجال الحيوي. مجمل أو نطاق التعاون اللي هيجرى بين الهيئة بمقتضى هذه المذكرة، هتستفيد الهيئة من توسيع نطاق مجالات البحوث الجينومية السريرية لمختلف الأمراض وخاصة أمراض السرطان، في هدف استراتيجي للهيئة في المجال ده محمود، هو إيجاد نموذج بحثي وعلمي وطبي باسم دبي عالميا يجمع بين الأمراض أو الأمراض السريرية والبحث الطبي المتقدم. الاتفاقية أو مذكرة التفاهم تستهدف أيضا توظيف الأمثل لأدوات ومقومات الطب والتشخيص، وتشمل التعليم والتدريب والتنمية المهنية، ويتسع كمان أيضا مجال التعاون بين الهيئة ومجلس معهد كوينزلاند للبحوث الطبية لتبادل المعرفة وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالبحوث والابتكارات الطبية الحديثة. المعهد هو هيئة حكومية متخصصة معروفة عالميا. المذكرة بتاعتي ضمن استراتيجية ومنهجية هيئة الصحة دبي أسست لها، وهي الانفتاح على العالم، على مؤسسات الصحية، على منظماتي وهيئاتي المتخصصة، توثيق العلاقة وخاصة حول الأهداف المشتركة. جميل، إذن الاتفاقية سوف يتم توقيعها إن شاء الله بعد قليل من قبل معالي حميد محمد القطامي. سيوقع عن الهيئة
والبروفيسور فرانك جانون مدير المعهد عن المعهد بحضور جاكي تراد ودي نائبة رئيس وزراء ولاية كوينزلاند الأسترالية. ممتاز، إذا كل التوفيق إن شاء الله وتكون فاتحة خير هذه الاتفاقية لتعزيز مسألة مهمة جدا في مواضيع يعني توفير الحياة الصحية الملائمة لسكان دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال يعني الاستثمار في البحوث الطبية والتعليم المستمر والتدريب اللي نسعى من خلاله إن شاء الله إلى الوصول إلى نمط الحياة الصحي. نحن شاكرين الأخ يوسف سعد كان معنا عبر الهاتف من مبنى الإدارة العامة بهيئة الصحة بدبي. إذن مستمعينا مسألة البحوث وايد مهمة، الاستثمار في هذا المجال موضوع مهم جدا، أن يعني قدر الإمكان أن تكون هنالك يعني أنماط لدراسات وبحوث يجب علينا أن ننتبه لها واللي بتساعد إن شاء الله بشكل كبير في تطوير القطاع الصحي بشكل عام وتطوير العلاجات اللي يجب أن تتوافر في للعالم كله، يعني للبشرية للإنسانية. فما بالكم إذا كانت هذه البحوث مثل ما ذكر يوسف بتنطلق لإيجاد نموذج خاص هو نموذج لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. على طاري البحوث، عندنا دراسة بريطانية حديثة حذرت من أن الوزن والسمنة المفرطة يمكن أن ترفع خطر الإصابة بسرطان الكلى بنفس النسبة التي يسببها التدخين. وأوضحت الدراسة أن اللي أجرتها مؤسسة أبحاث السرطان في بريطانيا أن السمنة تتسبب في حوالي 25% من إصابات سرطانات الكلى، فيما يؤدي التدخين إلى نفس النسبة أيضا بحسب ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية. وتم احتساب عدد حالات الإصابة بسرطان الكلى الناتجة عن السمنة من خلال جمع إحصاءات السكان مع البيانات الطبية التي تكشف فرص تطور المرض لدى من يعانون من زيادة الوزن. الباحثين وجدوا أن 20,000 شخص أصيبوا بسرطان الكلى في بريطانيا خلال العقد الماضي بسبب السمنة المفرطة اللي رفعت معدلات الإصابة بالمرض بنسبة 40% خلال نفس الفترة، ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع مستقبلا. طيب، أوضحت أيضا الدراسة أن زيادة الوزن أو السمنة ترتبط بحوالي 13 نوع من السرطان بما في ذلك الكلى التي أصبحت الأكثر شيوعا. لما نقول الواحد لازم ينتبه على اللي يحطه في حلجه، اللي يبلعه، المعدة بيت الداء، زين، فوايد ضروري يا جماعة الخير أن الواحد ينتبه لهذه المسألة. مو قضية أنه أحيانا تعرف ممكن تأكل شيء اللي انت تباه وخاطرك فيه لكن تقعد تتحسر بعدين، ليش أنا أكلت هذا الشيء؟ حط لك ميزان هني في رقبتك على أساس يوزن لك السعرات الحرارية اللي انت تأخذها. والعب رياضة، رياضة مهمة، سيكل. نعم، يقول هني أحد المستمعين ظهري عورني رافع أثقال، شو العلاج؟ ريح ريح، لأن بعد إذا شو اسمه حملت العضلة فوق الوزن اللي المفروض تتحمله بعد مشكلة تراها. انزين، أنا أبغي أعرف وائل شو فيك تناقز هني في الاستوديو؟ مرتاح أنت؟ ترفع أثقال؟ تبغي فاصل؟ حاضر، ما نطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل إن شاء الله نتواصل معاكم، عندنا العديد من المواضيع اللي ما نطرحها وأيضا ما يفتح لكم المجال. زين، ذكرت اسمح لي بس وائل دقيقة، في من أسبوعين كلمنا أحد المستمعين كان عنده مجموعة اقتراحات أن يجب أن تكون ضمن الاستراتيجيات التي توضع في هيئة الصحة بدبي. كان معانا ضيفنا في الاستوديو ديك الفترة الدكتور محمد الرضا. طيب، دكتور محمد الرضا عنده تقريبا منتدى
يقوم ب يعني تنظيمه تقريبا كل شهر أو كل شهرين. هذا منتدى التحول الاستراتيجي نحن سميناه. هني من خلال برنامجنا من نفتح المجال للمستمعين اللي حابين يشاركون معنا في هذا المنتدى، من نوجه لهم دعوة اللي عنده يعني أي شيء ممكن أن تكون إضافة أو اقتراح معين للمساهمة في تعزيز استراتيجيات الصحة في دبي، عندكم ممكن تتصلون معنا على الأرقام 600-551-4414. ميرا بتاخذ الاسم والرقم، وأيضا ما نتواصل معاكم نحن كذلك تحت الهوى، واللي حاب بعد كذلك على 4006 يبعث لنا مسج ممكن من خلال الساعة هذه. وما نفتح المجال يعني كل يوم نذكركم لين موعد الـ 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 الورشة إن صح التعبير، أو الجلسة اللي ما نتناقش فيها إن شاء الله معاكم عبر أفضل السبل والاقتراحات اللي ممكن تساهم في تطوير القطاع الصحي. أي حد عنده أي مشاركة أي ملاحظة ويقدر يكون موجود معانا، ما نخبركم بالتواريخ في حزتها بإذن الله، يعني يمكن خلال اليومين أو ثلاثة أيام القادمات، بس يعني نتفق على المكان والزمان ما نخبركم بالوقت. لكن اللي حاب يشارك معانا في رسم استراتيجية هيئة الصحة بدبي أو تعزيز، عفوا الاستراتيجية موجودة بس اللي حاب يعززها ممكن يتواصل معانا. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. هني يعني نادية بعث مسج ما له علاقة ببرنامجنا، ما أدري يعني ممكن نحوله على المعنيين، لأن ما عندي فكرة عن المركز الأول بمسابقة المخزون اللغوي 2018، ما عندي أي فكرة بهذا الموضوع. طيب أوكي، نروح على موضوعنا الرئيسي اليوم. نحن نتكلم عن أن هيئة الصحة بدبي هي أصبحت يعني واحدة من المراجع الرئيسية على مستوى العالم في العديد من المجالات. الأسبوع الماضي عقدت هيئة الصحة بدبي في مستشفى دبي امتحان البورد العربي للاختصاصات الطبية تخصص طب الأسرة بمشاركة عدد من أطباء الهيئة ممن انطبقت عليهم شروط التقدم لهذا الامتحان. معانا في الاستوديو الدكتورة شيماء أمين محمد استشاري طب الأسرة في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير دكتورة، ونهارك سعيد إن شاء الله. السلام عليكم أخ محمود، ونهارك سعيد. طيب دكتورة، نحن نتكلم عن هذا الامتحان، امتحان البورد العربي، ويقام هني يعني هيئة الصحة من خلال يعني اهتمامها بالمعايير العالية في كل الامتحانات. نحن نبغى نعرف انتم سويتوا برنامج، هذا البرنامج يا ترى شو هي الأمور العامة اللي انتم تركزون عليها في هذا البرنامج، شو شروط الالتحاق اصلا بهذا البرنامج؟ يعني بداية أحب أتقدم الشكر الجزيل لقطاع الرعاية الصحية الأولية متمثلة بالمدير التنفيذي دكتورة منال تريا بالتنسيق مع إدارة التعليم الطبي باستضافة امتحان البورد العربي لطب الأسرة. الامتحان يقام على مر 17 سنة الماضية. البورد العربي أصلا أسس في المجلس العربي للاختصاصات الصحية في عام 1978 بقرار من مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية، حيث كان يعني هدفهم أن تحسين المستوى الصحي على مستوى الوطن العربي، الخدمات الصحية في الوطن العربي.
فارتأوا أن يعني الارتقاء بالتدريب العلمي والعملي للأطباء ورفع مستواهم وأدائهم الطبي والمهني فهي من أساسيات الخدمات الصحية في الوطن العربي بشكل عام. وأوجدوا شهادة عربية موحدة وفيها موثوقية ومستوى مرتفع من الاعتماد والمرتفع من العلم يعني علميا. وعن في المجلس عندهم لجنة التدريب والاعتماد، وهذه اللجنة هي اللي تقوم بوفد رسمي منها بزيارات المراكز الصحية اللي تشرف على تدريب الأطباء وأطباء في التخصصات، مثلا تخصص طب الأسرة، وتعتمد على معايير أو ترتكز على معايير معينة عشان اعتماد والاعتراف بهذه المراكز كمراكز تدريبية ولأطبائها ودخولهم لامتحان البورد العربي للتخصص في تخصصيان طب الأسرة مثلا. زين، هذا يعني البرنامج هنا أبغى أتكلم عن أهميته بالنسبة لأطباء الأسرة، ليش هو مهم؟ طبعا هو جدا مهم، لأن أطباء الأسرة إذا كانت المراكز معتمدة والأطباء تحت إشراف تدريبي، لأن كانت المعايير من معايير لجنة التدريب والإشراف الاعتماد أن يكون هناك أطباء مؤهلين بشهادات علمية أولا، وتكون هناك مراكز صحية مؤهلة أن تستقبل أطباء للتدريب غير الأطباء اللي مشرفين أو مدرسين، هي التدريسية تكون مؤهلة. هناك أيضا الغرف وندوات للمحاضرات، وهناك أيضا المكتبة الطبية أن يكون لهم يعني الولوج للمكتبة الطبية بسهولة، وهناك دورات تدريبية مستمرة لهؤلاء العاملين في المراكز الصحية. والمراكز الصحية لازم أن تكون معتمدة عن طريق المجلس، وهناك لازم يكون برنامج تدريبي لهؤلاء الأطباء، وهناك مشرفين ومدير للبرنامج التدريبي مؤهل وحاصل على أعلى الشهادات الطبية. نحن كم مركز عندنا معتمد في البورد العربي؟ تسع مراكز اللي هي طوار، الصفا، ند الحمر، المزهر، البرشة، الممزر، المرخول، الممزر، البدع. نعم، يعني هذه مراكز جدا، يعني أحس أن ما شاء الله تسع مراكز معتمدة، عدد كبير من المراكز، كبير وضخم. نعم، وكانت آخر اعتماد كانت في عام 2016 في مايو، وحصلت الحمد لله على حد أقصى من الاعتماد وهي 6 سنوات. وهذا يدل على الحمد لله أن المراكز الصحية تتبع أعلى معايير جودة التدريب وتستوفي الشروط لهذه المعايير. طيب، هني إذا ما نتكلم عن عدد الأطباء المشتركين في الدورة الحالية للبرنامج، يا ترى كم عددهم؟ وهل هم بس من دولة الإمارات ولا في دول مشاركة؟ كانوا 43 طبيب ما شاء الله، من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن العراق وممثلين لمصر. ممتاز، 43 طبيب كلهم نجحوا ما شاء الله. النتائج إن شاء الله بتطلع بعد توقيع الأمين العام للأمانة العامة للمجلس بعد أسبوع إن شاء الله. كل كم سنة يعقد هذا الاجتماع؟ سنويا. كل سنة؟ سنويا. نعم، والأعداد تتراوح ما بين، إذا تكلمنا أفرج معين كم تقريبا؟ ممكن توصل ل 45 طبيب، ولكن تتراوح من 37 إلى 45. إنزين، ليش تم اختيار هيئة الصحة بدبي لعقد مثل هذا الامتحان؟ هيئة الصحة بدبي من أوائل المراكز الصحية، من أوائل المراكز اللي اعتمدت من قبل لجنة التدريب والاعتماد من المجلس العربي، حيث عام 1997 اعتمدت 3 مراكز صحية، منها طوار والممزر والمنخول، وفي عام 2006 5 مراكز زيادة عن المراكز الثلاث اعتمدت، وآخر اعتماد كان في مايو 2016 حيث اعتمدت 9 مراكز صحية مع المراكز الأخرى، يعني والمراكز الأخرى بعد شاملة لها. والحمد لله يعني شافوا أن يعني مثلا نسبة التدريب ورضا التدريب فيهم يعني مواصلين لجودة التدريب والكفاءة. ولا ننسى أن المراكز كلها معتمدة يعني دوليا باعتمادات الجي سي آي وغيرها من الاعتمادات، هذه تساهم أيضا في وضع هذه المراكز التدريبية أن تكون مراكز
اتراكتف او جاذبه لل اكيد الوحدات الصحيه المعتمده الحمد لله عالميا عن طريق الجي سي اي، وهي ايضا من ضمن المعايير اللي تعتمد عليها لجنه الاعتماد في المجلس العربي مع تدريب الاطباء والمؤهلات. ثم بعد دكتوره عندك ارقام تقريبا من بديتوا كم سنه قلتي لي الحين؟ 17 سنة. عندك الأرقام اللي خرجتوهم تقريبا من هذه الدورة؟ الدورات 132 طبيب من عام 2001 إلى الآن، من 2000 لين 2017، ما ضفت مال 2018 بعدنا. إنزين، متى بتعلنون النتائج؟ إن شاء الله بعد توقيع الأمين العام للأمانة العامة للمجلس خلال أسبوع إن شاء الله. خلال أسبوع. إنزين دكتورة هني، أنا أبغي شوية أتكلم عن دور طبيب الأسرة في المجتمع بشكل عام. يا ترى إذا ما تحدثنا عن دور طبيب الأسرة فأكيد هو دور كبير. أشوف أن الدكتورة ندى اليوم بعد إجازة مو موجودة ولا بتسوي لنا عرس هني، لكن بشكل عام الناس دائما يتجنبون طبيب الأسرة، ما أدري ليش. هل هو قلة وعي بأهمية طبيب الأسرة، خاصة نحن نسميكم في القطاع الصحي بخط الدفاع الأول؟ نعم، فخلينا نوعي الناس بأهمية طبيب الأسرة. طبيب الأسرة دوره وايد مهم، كمثل ما تفضلت قلت الخط الدفاع الأول. الناس وعيهم قامت تزيد الحمد لله خلال السنوات الماضية. الطبيب الأسرة مش طبيب عام، بالعكس هو طبيب أخصائي في مجال في تخصص طب الأسرة. ومثل ما تفضلت وذكرت أن هناك امتحانات ودورات تدريبية واعتمادات من قبل المجلس العربي للمراكز الصحية، فطبيب الأسرة له دور وايد مهم كونه متدرب لمدة 4 سنوات. احنا عندنا برنامج تدريبي لطب الأسرة ونستقبل أطباء الإقامة لمدة 4 سنوات دورتهم، وبعد 4 سنوات يأهلهم أنهم يجلسون ليأخذون شهادات تخصصية عليا مثل البورد العربي، أو بعد 3 سنوات من ما يخلصون دورتهم في البرنامج أنه يأهلهم أن يأخذون زمالة البريطانية من الكلية الملكية البريطانية للممارسين العامين اللي هي في المملكة المتحدة. فيقومون تحت تدريب يعني وتحت إشراف الأطباء، سواء في أول سنتين يكونون في المستشفيات ويأخذون التخصص من أصحاب التخصص هم نفسهم في المستشفيات، سواء قسم الأطفال أو قسم الانترنال ميدسن الطب الباطني أو النساء والولادة أو التخصص باقي التخصصات يعني الأخرى. وآخر سنتين ونص يرسون في آخر سنة ونص يرسون في العيادات عشان يشوفون نوعية المرضى اللي تدخل عليهم في المراكز الصحية الأولية. فالطبيب الأسرة يشوف المريض كأول ما يدخل، مثل إحنا the open the door، فهو الأول ما يشوف المريض ويشوف مشاكله، وممكن تكون مشاكله سواء اجتماعية، ممكن تكون مشاكله صحية، ممكن تكون مشاكله مرضية. فهو ما يشوف المرض بشكل فقط المرض، يشوف المرض والبيئة اللي تحيط من كل جوانبه، يشوف البيئة اللي تحيطه، يشوف المشاكل العائلية، يشوف مشاكله المالية، فيسأل عن كل شيء، يعني يعطي وقته للمريض حتى يعرف شو الجوانب اللي أدت إلى هذا المرض، أو شو الأسباب اللي مؤدية لهذا المرض إذا لم يكون عضويا فقط، أو الأسباب الغير عضوية المؤدية لهذا. والله حلو، هذا جانب مهم، يعني الناس ما يعرفونه، لأن طبيب الأسرة هو اسم على مسمى، يصير يعني صديق الأسرة. نعم، فيدخل في كل هذه الجوانب، فهذه الجوانب تخليه دائما يعني قريب من المريض، قريب من كل الحالات الخاصة بالمريض، سواء كانت اجتماعية مثل ما ذكرتي دكتورة، نفسية، ما أدري تسلفون المرضى فلوس بعد ساعة. قلتي ما شاء الله، بس ممكن نساعدهم إنه مثلا شو الأشياء الاجتماعية اللي ممكن نوصل لهم إنهم إذا محتاجين مساعدات، يعني نعطيهم فكرة أو نعطيهم البرامج اللي موجودة. أهمية هذا البرنامج لطبيب الأسرة دكتورة، هل يحصل ترقية بعد ما يحصل هذا البرنامج، ولا هي تكون إضافة فقط ل من 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 باب الدوكيمنتس أو الوثيقة العلمية له؟ لا، هي إضافة له، أن أهمية دوره كطبيب أسرة، يعني في نفس الوقت هم هو طبيب، هم في نفس الوقت عارف في المريض نفسه، مش كمعالج المرض فقط، بل معالج للمؤدي لأغراض المؤدية لهذا المرض.
واحنا عندنا في طب الاسره بعد في الرعايه الصحيه الاوليه كافه المجالات اللي تعالج. يعني احنا حتى فاتحين مجال مثلا العيون ومجال الانف والاذن والحنجره، وحتى احنا فاتحين مجال العيادات المزمنه الامراض المزمنه، وفاتحين عيادات السموكينج سيسيشن يعني وقف التدخين. فهي كل اطباء الاسره في السموكينج سيسيشن والامراض المزمنه، هي طبيب الاسره اللي يقوم بعلاجها، عيادات السكري اللي عندنا في في المراكز الصحيه طبيب الاسره وتخصص اختصاص طبيب اسره هو الذي يقوم بعلاج المرضى من هذا النوع. ممتاز. دكتوره في شيء تبغين بعد تضيفينه؟ ابغي اعرف كيفيه الالتحاق بهذا البرنامج اذا حد من الدكاتره يسمعنا. بعد الانتهاء من سنة الامتياز يمكن يلتحق عن طريق الميديكال إدارة التعليم الطبي المستمر، فهناك امتحان كتابي وامتحان مثل الانترفيو، وبعدين إذا إن شاء الله يعني نجح وانقبل ممكن يقدم إلى برنامج دبي التدريبي لطب الأسرة، هي مدتها 4 سنوات في اختصاص طب الأسرة. هني سؤال خارج البورد العربي يقول ما أفضل رياضة في الصباح؟ هل تقصد الرياضة والأول الصباح يوم الواحد يقوم من النوم؟ يقول في الصباح، هذا ما حدد أول ولا هذا، بس خلينا نتكلم عن أول ما الواحد ينش من النوم شو أفضل شيء يسوي؟ أفضل شيء الحركة أول الصباح. نعم الحركة، حتى أن قالوا أن الصلاة يعني وحركات الصلاة طبعا لها تأثير إيجابي على الدورة الدموية وتحسين القلب ضربة القلب. طيب دكتورة شيماء أمين محمد استشاري طب الأسرة في هيئة الصحة بدبي، نحن شاكرين لك هذا التواجد ونتمناكم التوفيق، وانتو ما شاء الله عليكم يعني خرجتوا الكثير والكثير من الدكاترة، فعدد كبير قلتي لي 100 وكم؟ 132 132 لين السنة اللي طافت، وان شاء الله منضيف لهم يعني اللي نجحوا من هذه الدورة، ونتمنى لكم التوفيق. كل الشكر دكتورة، ونحن ما نطلع فاصل، بعد الفاصل منكمل معاكم مستمعين فقرات برنامجنا، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. حياكم الله معانا مستمعينا الكرام، ومتواصلين معاكم عبر برنامج صحة وسعادة، هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم الجميلة والمميزة والأنيقة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا كم؟ أرقام التواصل وال ما تعرف مخرج الحين صار لك 20 سنة في هاي الإذاعة، 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. طيب منروح لموضوع يعني عن الزيارات المنزلية لكبار السن. يعني الأسبوع الماضي كان معالي حميد محمد القطامي بعد كانت عنده يعني إطلاق لخدمات لمركز سعادة كبار السن في هيئة الصحة بدبي، اللي هو كان اسمه ملتقى الأسرة صار اسمه مركز سعادة كبار السن في صحة دبي، في خدمات كثيرة، وأيضا اعتمد الكثير من الأمور اللي إن شاء الله بتساهم في تحسين خدمات هذا المركز. أيضا عندنا في زيارات منزلية لكبار السن في إمارة دبي، هذه مع الجهود المستمرة اللي تسويها هيئة الصحة بدبي من خلال تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لأفراد المجتمع. يعني فئة كبار السن فيها مهمة جدا، نتعامل معها إن شاء الله يعني إلى حسب الإمكانيات والجهود المتوفرة نتعامل معها بشكل كبير، أن نوفر لهم الراحة والسعادة وين ما كانوا. دكتورة ضحى العوضي استشاري مدير مكتب الجودة والتميز في قطاع الرعاية الصحية الأولية موجودة معانا عبر الهاتف. صبحت الله بالخير دكتورة. ألو ألو مرحبا دكتورة.
مرحبتين أستاذ محمود، شخبارك؟ الله يسلمك، الله يحفظك يا رب. دكتورة نحن الصراحة نشكر أول شيء جهودكم، ياسين تسوون نوع من الماركتينج حلو لكل الخدمات اللي مميزة اللي تقدمها هيئة الصحة، فشكر لكم الصراحة على هذا الدور للهيئة. شكرا لك دكتورة. نحن كنا نتكلم عن هذا هاي الخدمات اللي نقدمها لكبار السن في منازلهم، فعطينا فكرة عامة عن هذا البرنامج وكيف الواحد ممكن يستفيد من هذا البرنامج. نعم، طبعا أحد أهداف الاستراتيجية اللي عندنا في هيئة الصحة بدبي حتى لين سنة 2021 أساسا يكون في تطوير مستمر للخدمة، هو توفير الخدمات وسهولة الوصول إليها لفئات معينة من المجتمع اللي ما يقدرون يوصلون للمراكز. بمعنى الحين عندنا نحن فئات من كبار السن صعبة تكون حركتهم، للأسف يكونوا موجودين في منازلهم ويحتاجون تلقي لرعاية منزلية، لأن الرعاية لأنهم ما يقدرون يتقون نفس الرعاية الطبية نظرا لعدم تمكنهم من الوصول للمركز الصحي أو المستشفى. يمكن يعني مرات يكون الواحد مقعد أو يكون عنده سبب يعني شوية يمنعه من الوصول للمركز، فنحن نقدم هاي الخدمات المنزلية لفئة كبار السن، نقدمها لبعض من فئات أصحاب الهمم اللي بعد صعب وصولهم للمراكز الصحية، نقدمها مثلا للأرامل في فترة العدة لأن طبعا صعب أن يحصلون الخدمات الصحية من قبل المركز لأن صعوبة في وصولهم إليها، فنحن نحاول أن نوفر لهم الرعاية في قلب منازلهم عشان نوصل لهم، لأنه في النهاية نحن نبغى نخدم مجتمعنا الحبيب. فنحن ياسين نصر مجموعة خدمات، خلينا نقول حزمة من الخدمات في خدمة واحدة، يعني خدماتنا تشمل الرعاية الطبية من ناحية الطبيب، من ناحية التمريض، من ناحية العلاج الفيزيائي، من ناحية التغذية الصحية، من ناحية احنا إذا في حاجة بعد نشمل بعد طبيب مختص من كبار السن، ونشمل بعد أعضاء معينين من الطاقم الطبي، أو إذا في حاجة لنقل المريض إلى أحد مستشفياتنا أو مراكزنا نتعاون أساس ننقل المريض إذا يحتاج مرحلة أعلى من العلاج. فنحن نحاول أن نقدم هذا التقييم ونقدم العلاج على كثر ما نقدر، وياسين حتى نسأل مش مجرد أن نقدم الخدمات الطبية من ناحية العلاج فقط، ياسين نحاول نخليها وقائية أكثر مما تكون بعد علاجية. على سبيل المثال الحين أنا نحن كبار السن نعرف أحيانا منهم المقعدين لما يجلسون في فترات طويلة زمنية طويلة ممكن يستوي لهم بعض التقرحات بسبب الجلوس لفترات طويلة على الكرسي أو مثلا بسبب الاسترخاء على السرير. طبعا نحن طبعا ننصح المقيمين مع المريض أن يحركون كل ساعتين ونعطيهم بعض الأمور اللي لازم ممكن يتبعونها أساس يخففون تكوين هاي التقرحات أو ممكن علاجها في مراحلها الأولى. طبعا ممكن الوقاية منها عن طريق تقليب المريض كل ساعتين مثلا أساس ما يكون الضغط على جهة معينة فتسبب مشاكل صحية لاحقا. فنحن ياسين نسأل مش مجرد علاج لأمراض، ياسين نسأل للوقاية من خلال حزمة الخدمات اللي نقدمها في الرعاية المنزلية. جميل. طيب دكتورة تقريبا كم عدد الزيارات اللي تسوونها سنويا؟ حاليا بحسب الإحصائيات عندنا ما شاء الله ما يزيد عن 10,000 زيارة منزلية سنويا، والأعداد هاي بتزيد لأن نحن عندنا تطلعات لين 2021 نزيد الفئات المستفيدة ونزيد بعد في عدد من خلينا نقول المصادر أو الريسورسز اللي موجودة عندنا أساس نقدر نغطي الكاباسيتي والبوبوليشن أو الكثافة السكانية الموجودة عندنا في دبي، فالمتوقع أن نزيد بنسبة 40% عن الوضع الحالي. طيب كل برنامج له هيكلية دكتورة، وأيضا هذه الهيكلية دائما ما تكون متجددة حسب المعطيات اللي ممكن تستجد على الساحة. خلينا نتعرف على الركائز والأسس اللي أنتوا تستندون عليها من خلال هذا البرنامج. إنزين الله يسلمك. طبعا ركائز عديدة، واحدة منها الاستراتيجية، شيء ثاني أفضل الممارسات الطبية، شيء ثالث أفضل المعايير العالمية. بمعنى نحن استندنا على ثلاث أمور هاي أساس نكون كل ركائزنا في هيكلية الرعاية الصحية عندنا في مراكزنا الصحية في هيئة الصحة بدبي. ف
فالحمد لله اشتغلنا في الفترة السابقة مع بروح الفريق، مع فريق مكون من عدة أطراف، أساس نضمن أن يكون عندنا فرق متخصصة فرعية في 12 مركز تقدم نفس الخدمة بصورة متجانسة لكل الأفراد الموجودين في المجتمع. يعني كونا فرق فرعية في كل مركز متجانسة مختصة من اختصاصات مختلفة، في فريق مركزي تم تكوينه عشان ينشئ الآلية هاي وآلية الأمل وكل الركائز اللي نقدر نرتكز عليها بناء على الثلاث محاور الأساسية اللي خبرتك عنها سابقا. اشتغل الفريق المركزي الله يسلمك على وضع مجموعة من السياسات والمعايير اللي نحن نقدر نستند عليها كبي اتش سي في وضعنا الحالي وكيف التطلعات المستقبلية، أساس نطلع أن نزيد 40% إن شاء الله على الوضع الحالي نحن فيه اليوم. PHC بس عشان أوضح للمستمعين، PHC هو اختصار للرعاية الصحية الأولية. أنا عارفة. اسمحوا لي والله يمكن عشان لا عادي تأودي يعني. تفضل. الله يسلمك يا محمود. فالله يسلمك. الحين احنا حطينا مجموعة من السياسات، حطينا مجموعة من الأدلة السريرية، وتابعنا ودربنا وأهلنا موظفينا على مجموعة من المواد التدريبية والدورات اللي هم محتاجينها في أثناء مثلاً سيرتهم للرعاية المنزلية. في البداية بدينا أصلاً حتى بتقييم وضع المريض وتقييم الناحية الاجتماعية وصحة المنزل. يعني نحن لما نسير لأي مريض يصينا نقيم حتى المنزل، هل في أشياء إعدادات موجودة فيه ولا لا. يعني خلينا نقول واحد مقعد، لازم البيت شوي يكون مهيئ، يعني في مثلا رام أو خلينا نقول المدرج هذا بدل الدرج. لازم يكون في أماكن يقدر يستند عليه كرمك الله لما يصير الحمام أو لما يعطون لما يسبحون المريض. في أمور نحن يصير طالع فيها من ناحية المنزل، يعني واحد مثلا عنده ربو وعندهم حيوانات في البيت فشيء يؤذي، فمثلا ننصح الأهالي أنه ممكن يبعدون الحيوانات عن المريض. فيصير نطالع حتى تهيئة المنزل للمريض. فدائما لما تكون في أول زيارة لمقدم الطلب في نوع من التقييم الأولي شامل من ناحية المريض، من ناحية مقدم الرعاية في المنزل اللي يسمونه الكير جيفر، يعني سواء كان حد من الأهل أو اسمحوا لي يعني مرات تكون الخدامة مثلا موجودة مع المريض. الكير جيفر هذا المقيم مع المريض لازم بعد نشوف مثلا كان إذا مؤهل ومؤهيئ أو كيف نحن نزيد من تهيئته أساس هو يباشر مثلا ولا يكمل الرعاية المنزلية على مدار اليوم. هل هو فاهم كيف تنعطى الأدوية للمريض ولا مو فاهم؟ فنحن نقيم في التقييم الأولي كل ما نصير المراكز، المنزل، المريض، مقدم الرعاية المنزلية المقيم مع المريض. بعدين طيب بعد التقييم هذا الدكتورة شو تسوي؟ يعني إذا كان التقييم يعني في نقاط سلبية، هل تقومون بتصحيح هذه النقاط؟ في إجراءات تسوونها؟ نعم طبعا هالأمور كلها تتخذ في عين الاعتبار، ونروح طبعا نتعاون مع شعب وأقسام مختلفة موجودة عندنا في هيئة الصحة بدبي، وأحيانا بعد أروح نتعاون مع خارج هيئة الصحة بدبي مثلا مع هيئة التنمية أو وزارة الشؤون الاجتماعية أو أطراف أخرى على أساس أن نهيئ البيئة الملائمة للمريض نفسه. ممتاز جدا. إذا كانت أشياء خارج نطاق عملنا يعني. هذه مسألة وايد مهمة دكتورة. أنا بس أبغي أسج يعني كم عدد المرضى المسجلين عندكم في قاعدة البيانات مالتكم؟ اليوم عندنا 1153 مريض. 1153 في إمارة دبي. طيب دكتورة أكيد في ناس مو مسجلين عندهم كبار سن في البيت، عندهم كذا مو قادرين يوصلون للعيادات. أنا اللي عارف أن عندكم أنتوا سيارات توصلون في مختبر متنقل عندكم بعد كذلك، لكن أتذكر في فترة من الفترات تحدثتوا عن حقيبة ذكية ممكن تصل من خلال هذه الحقيبة تصلون فيها إلى 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 منازل كبار السن، وتتم فيها بعض الفحوصات منها تخطيط القلب، الألتراساوند، تصوير الشبكية، غيرها من هي. والله انت صدق يا محمود ما شاء الله عليك، انت ماشي على الاستراتيجيه. لا انا ابغي اعرف وين وصلنا في هذا المشروع، بلشتوا فيه؟ اشكرك جدا. طبعا هاي واحده من الامور الابتكاريه اللي ياسين نضيفها على المشروع. طبعا هاي في خطتنا التحديديه لين 2021 وبلشنا في الموضوع. نحن عندنا اشترينا مثل سمارت سيستم يساعدنا في
في نفس الوقت اللي نحن ياسين نقيم أو في أثناء زيارة المنزلية كل الأمور تكون موجودة بصفة ذكية في يعني موجودة في الملف الإلكتروني الموحد سلامة لمقدمين أو مزودي الخدمة عندنا. ففي في عنا آنية في العمل أساس إن المريض ما طبعا للأسف أحيانا شو يستوي تايبينج إيرور أو أحيانا يستوي مثلا نوع من إن ما تدخل كامل المعلومات يمكن ما تكون موجودة أو مش بالوصف الصحيح. فنحن نحاول نحن نخليها كلها بصورة ذكية أساس حتى نعطي مقدمين الخدمة حتى لو كانوا بعاد كانوا في المستشفيات أو أماكن بعيدة فإن توصلهم المعلومات كاملة في نفس الوقت بطريقة ذكية عشان يلتمون يعطونا أفضل حل نقدر نعالج فيه المريض وخاصة في الحالات الطوارئ. طبعا هذا بيقدم للجميع سواء كانت حالة طارئة أو غير طارئة بس نقول بتكون الفائدة أكبر لا سمح الله في حالة الطوارئ لأنه ما لازم نتريى أن ناخذ يعني ناخذ مثلا الأمور الأولية أو المعطيات الأولية من المريض نرجع المركز الصحي نخليها في سلامة أو نكتبها الورق ونتواصل مع الطبيب مثلا سواء في المركز أو أحيانا كانت الحالة حرجة في المستشفى ونبلغهم بالأمور هاي كلها. وطبعا في تأثر وقت الاسترس أحيانا أو وقت التوتر لأن إذا كانت الحالة حرجة ممكن الأرقام نعطيها بصورة خاطئة فتفاديا لهالأمور أساسا تكون طبعا يكون العلاج آني. وفي نفس الوقت ارتقينا ما شاء الله واستثمرت الهيئة في سمارت كيتس خلينا نسميهم على أساس أن نستخدم أسلوب الاي او تي أو اللي هو الإنترنت الأشياء ونستخدم التلي ميديسن في تقديم الخدمات في المركز وأنها تدخل على طول السيستم كل حد ممكن يشوفها في هيئة الصحة بالبيت لأن الملف موحد لأن الملف موحد وهو باستخدامنا لنظام سلامة. يعني أنا اليوم أركب المريض مثلا جهاز الضغط يوصل على السيستم وممكن ممتاز. اي واحد اي طبيب يقدر يشوفه من غير ما ان احد يسوي له تايبنج. ممتاز. هذا ضمن تقنيات التطبيب عن بعد وانترنت الاشياء. دكتوره اخر شيء بس لان كانوا يسالون كيف ممكن يستفيدون من هذه الخدمات شو الاجراءات اللي ممكن نسويها عشان يستفيدون من هذه الخدمه؟ اجراءاتنا بسيطه طبعا ممكن يتوجهون لاي مركز صحي نحن عندنا 12 مركز صحي متوزع في اماره دبي يروحون لمركز الصحي اللي هم تابعين له للمدير الاداري اللي موجود فيه ويقدمون الطلب لخدمه رعايه المنزليه اذا هم مستوفين المعايير المطلوبه طبعا ان شاء الله بيتم تحديد موعد الزياره الاوليه والتقييم وفالهم طيب لان نحن نسعى ان يكون مجتمعنا مجتمع صحي وسعيد. نحن شاكرين لكم هذه المبادرات المتميزه دائما من قطاع الرعايه الصحيه الاوليه. انا شاتي فيكم مجروحه لان انتم دائما ما شاء الله عليكم تحطون الكثير من المواضيع اللي حتى يعني تفوق تفكير المتوقع عند العميل. نحن شاكرين لك دكتورة ضحى العوض استشاري ومدير مكتب الجودة والتميز في قطاع الرعاية الصحية الأولية كل الشكر وكل التوفيق لكم. شكرا لك وائل القواسمة كان معنا في الإخراج وفي التنسيق ميرا الإخفلي وإعداد هذه الحلقة طبعا الزميل المتألق دائما حسن البلاونة وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.